بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم حبيباتي؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. جبت لكم اليوم كما تشوفوا وصفة بنينة بزاف، وهي جيلات الدجاج الكاذبة محشوة، يعني محشوة بالدجاج بكمية بحشوة لذيذة جدا واقتصادية في نفس الوقت. نخليكم حبيباتي ما نطولش عليكم مع طريقة التحضير والمقادير. نبدأ حبيباتي في طريقة التحضير في مع تسمية المقادير في نفس الوقت باش ما نطولش عليكم. نحط البصل يتقلى، نجيب قطع الدجاج، ما يهمش قطع الدجاج صدر او كويس كما تحبوا، لاننا في الاخير راح نفتتو على ديكم. واش عندكم في المنزل عادي جدا، مش شرط انه يكون الصدر. التوابل راس الحانوت، شوية فلفل الحار وشوية تاع الملح، تبلو كروية، نزيدو في النار ونقليو الدجاج نتاعنا جيدا باش تدخلو البنة. راح نطيبوه في صوص بلونش حبيباتي. بعد ما قليناها جيدا حبيباتي، احنا نرقو البرمة تاعنا في قليل من الماء فقط، ما نكثروش ما يطيب الدجاج تاعنا، نغلقو عليها. في هذا الوقت حبيباتي نحطو شوية تاع الزيت في المقلة تاعنا، نديرو فيها شوية تاع البصل، راح نضيف له حبة تاع طوماطيش مقطعة إلى قطع صغيرة مع فلفل كذلك حتى هو مقطع إلى قطع صغيرة. راح نضيف التوابل في نفس الوقت، تفاح وفلفل الكحل وشوية تاع الملح. في نفس الوقت راح نجيبو شوية تاع جلبانة مفورة، راح نجيب شوية تاع المايونيز بعد ما غسلتها قليلا فقط، نجيب نحركها مع المكونات جيدا ندخل ندخلهم التقلية الجيدة حتى يطيبوا على نار هادئة. نغسلهم في النار ونخليهم حتى يطيبوا حبيباتي، وننتظر الدجاج حتى ينتظر قليل يطيب لنا وبعد نكملوا الوصفة. نرجعوا للعجينة تاعنا اللي رايحين نلفوا فيها الدجاجات الكاذبة كما قلت لكم. راح نديروا كأس تاع الحليب ونضيفوا له كأسا آخر، جوج كيسان تاع الحليب، وكأس مش معمر بزاف تاع الزيت. راح نضيف له شوية تاع الملح والفارينة على حسب الاحتياج. راحين نديروا شوية تاع الفارينة، وعندنا ملعقة كبيرة من البيكنج باودر الخميرة الكيميائية، راح نديروا غير شوية اولا ونضيفوا لها الخميرة الكيميائية، ما نديروش كيس كامل، نديروا ملعقة فقط منه. نخلط المكونات، راح نستعملوا اليد في هذه المرحلة باش نشوفوا الفرينة تاعنا قداش نسحقوا، راح نحتاجوا بزاف. نضيفوا بشوية ونخلط بوسط اليدين، نعرفوا القوام نتاعها. نتحصلوا على عجينة ماهيش طرية وماهيش يابسة بزاف، ما زالت تحتاج نشوفوها جارية، نزيدولها
او حبيباتي القوام تاع العجينه تاعنا بعد ما لميناها جيدا بالفرينه نخليوها طريه كيما هكذا. هذا هو القوام تاعها. نديرو قطره باقفه تاع الزيت باش ما تبقاش تلصق لنا لانها ماهيش يابسه، طريه ها كيما تشوفوا حبيباتي، ما تكونش طريه بزاف تكونش يابسه. دركا حنحطوها في الصحن الاول اللي حطينا فيه ونخليوها ترتاح، نغطيو عليها بابي فيلم ونخليوها حتى ربع ساعه. في هذا الوقت نروحوا نحضروا الحشوه تاع الدجاج. هذه هي الحشوه تاعنا حبيباتي اللي طيبناها قبيله، وحنضيفوا لها الدجاج بعد ما طاب فتتناه الى قطع صغيره كما قلت لكم. طيبناه في الصوص، نحرك جيدا. ونحتاج كذلك حبه بطاطا نقصوها وكانها رايحين نقليوها بهذا الشكل، اخشينا شويه ونروحوا نجيبوا العجينه تاعنا ونبداو في الوصفه تاعنا. ناخذ نصف تاع العجينه حبيباتي بعد ما ارتاحت، نحلها بهذه الطريقه بواسطه الحلال لي على 1 ملم او 2 ملم فقط، تجينا عجينه رقيقه. ومن بعد نقصوها هكذا راح نقصهم بهذا الشكل مربعات. بعد ما وجدنا الكاري تاعنا تاع العجينه نحطوا الحبه البطاطا هنا، نديروا الكاريه تاعنا هكذا ما نديروهاش بالشكل، ونجيبوا الحشوه تاعنا نحطوها على راس البطاطا هكذا، نكسروا شويه الحشوه باش تجينا سهله حبيباتي. نهبطوا لها هذا نغرقوا به، ومن بعد نرجعوا هذا الى اليمين وواحد الى اليسار، مع ان نبداو نضغطوا جيدا جهه البطاطا، نهزوها في يدينا كما تشوفوا ونديروا حبه. نكمل الحبه تاعي حبيباتي ونرجع نرجعوا لعجينه الدجاج حبيباتي. كما تشوفوا الكميه اللي جات لبس بها، استعملت الا نصف العجينه والنصف الاخر رايح نخبيه، راح ندير به وصفه اخرى ان شاء الله. وانتم حسب عدد افراد الاسره، كان 14 حبه ما تكفي تقدروا تكملوا، انا راح نكتفي بهذا القدر. راح نجيب بيضتين واذا لزم راح نكملوا الثالثه انتم وحسب الكميه، والشابليغ الخبز اليابس كما تشوفوا انا نديرو في الدار، نحطو في الفور ومن بعد نربيه بالغاب. نحطو كما تشوفوا الحبه تاعنا، نحطو عليها البيض، نستعملو يدينا باش ما يتكسروناش، ونحطوها في الشابليغ بهذا الشكل ونغطيوها حتى تغطينا كامل بالشابليغ هكذا هاكي كما تشوفوا حبيباتي. نحطوها في الصحن نوجدوهم نكملوهم كامل ونروحو نقليوهم. بعد ما سخنا الزيت تاعنا حبيباتي نحطوه بالحبة هكذا، نسيسوها راح نغسلهم النار باش يطيبونا مليح، ونخليهم يطيبوا من جهه ومن بعد نقلبوهم على الجهه الاخرى
نحطوا شويه تاع الصوص هذيك حبيباتي اللي طيبنا فيها الدجاج، نديروا فيها ملعقه ونص من النشا، نخلطوها بالسجينة صوص فاترة باش نقدموها مع الوصفه تاعنا. وصلنا حبيباتي مع نهايه الفيديو. كما تشوفوا حطينا الجيلي تاع الدجاج تاعنا فوق السلطه، الديكور اختياري. كما تشوفوا لاصوص تاعنا جات بنينه ورائعه، تقدروا تاكلوا بها هكذا، تجي هائله وبنينه بزاف. كذا تقدروا ديروا الاخرى المايونيز. نحللكم واحده حبيباتي باش تشوفوا الحشوه تاعها، جات بنينه ورائعه كما تشوفوا. والحشو يبقى اختياري، تقدروا ديروا جميع الخضار والجبن كما تحبوا. هذه الحشوه بنينه بزاف حبيباتي، صدقوني اذا جربتوها مش راح تندموا. نبقى لي في نهايه الفيديو غير نقول لكم في امان الله وحفظه. اذا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها واشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد. مع السلامه.